أهلا ومرحبا بكم في سانيا الواقعة على ساحل الجنوبي لجزيرة هاينان الصينية. مناخها الاستوائي وشواطئها الجميلة تجذب أعدادا متزايدة من السياح عاما بعد عام. رافقونا لاكتشاف هذه الجنة السياحية. يطل ساحل سانيا على بحر الصين الجنوبي ويمتد على طول 258 كيلومتراً ويضم 19 خليجاً وشاطئاً. سحر الطبيعة يمتد إلى الداخل حيث الجبال العالية والغابات الاستوائية. سانيا هي المدينة الساحلية الوحيدة في الصين التي توفر سياحة استوائية. فيها شمس وبحر ومناخ مثالي. لدينا مرافق جيدة لاستقبال السياح وأيضاً العديد من السلاسل الفندقية. زيارة هذه المدينة هي بمثابة فرصة لاكتشاف الثقافة والتقاليد الخاصة بالصين. ينتصب تمثال آلهة الرحمة غوانين بوسا وسط منطقة نانشان الثقافية، ويبلغ ارتفاع هذا الصرح 108 أمتار. يمكن للزائر أن يسبر هنا أغوار الثقافة الصينية العريقة وتقاليد هذه المنطقة. هذه المنطقة السياحية تحمل طابعاً بوذياً، ويمكنك التعرف فيها على تاريخنا وثقافتنا. تمثال غوانين هذا يضم ثلاثة وجوه تمثل السلام والحكمة والرحمة. كما يمكنك زيارة معبد نانشان الذي يضم تمثالاً مبهراً لبوذا. تجمع سانيا بين التقاليد والحداثة. عند هذا الخليج توجد جزيرة فينيكس المعروفة باسم دبي الآسيوية. قمنا بجولة على متن عربة سياحية برفقة تومسون. فينيكس هي جزيرة من صنع الإنسان، يتم تطويرها على مرحلتين. في المقام الأول يتم التركيز على إنشاء شقق فاخرة وفنادق ومحطات للرحلات البحرية الدولية، وذلك للترحيب بالضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم. وفي المقام الثاني نزيد مرافق الرحلات البحرية إلى جانب حديقة ترفيهية ومركز تسوق معفى من الرسوم الجمركية. نبتعد قليلاً لنتعرف على أتلانتس، منتجع فندقي ضخم يطل على شاطئ هايتانغ، برج مكون من 55 طابقاً في قلب مشروع بقيمة نحو 1.5 مليار يورو. يمكن للضيوف الإقامة في جناح تحت الماء بمحاذاة حوض سمك عملاق مملوء بنحو 13 مليون لتر من مياه البحر. أتلانتس يستقطب زواراً صينيين ويتطلع إلى جذب المزيد من السياح الأجانب. نحاول اختراق السوق في كوريا الجنوبية وفي أوروبا. بدعم من حكومة سانيا تم افتتاح رحلات تربط المدينة مع وجهات أوروبية. نحاول شد انتباه الأوروبيين بالاعتماد على النجاح التي تحققه علامتنا في دبي. توجد حالياً رحلة مباشرة بين لندن وسانيا تجعل جزيرة هاينان متاحة للأوروبيين، ويتم التخطيط لرحلات جوية تربط المدينة بألمانيا. الزوار من 59 دولة يمكنهم قضاء 30 يوماً من دون الحاجة إلى تأشيرة. ديما وليلا جاءا من العاصمة الأوكرانية كييف لزيارة سانيا لأول مرة. تشعر بالدهشة مع كل ما يوجد من حولك وبأن كل شيء في متناولك لأن المدينة ليست كبيرة. البحر جميل ودافئ، إنه جميل للغاية. المكان يستحق عناء الرحلة التي استمرت 12 ساعة من كييف إلى هنا. التسوق يجذب أيضاً اهتمام زوار سانيا. هذا المركز التجاري الذي يشبه الفراشة من الأعلى معفي من الرسوم الجمركية، ويضم نحو 300 علامة تجارية عالمية. زيارة سانيا تحفز جميع الحواس. يمكنكم الاستمتاع بجبالها وشواطئها وتأمل تراثها الغني. مزيج رائع تعول عليه المدينة لاستقطاب المزيد من الزوار الوافدين من جميع أنحاء العالم.